أهلا بكم. يفتتح المنتخب الهولندي مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في نسختها 16 بمواجهة قوية أمام ضيفه منتخب أوكرانيا في تمام الساعة 9 من مساء يوم الأحد على ملعب يوهان أرينا في لقاء منتظر بين المنتخبين نظرا للتقارب الشديد في المستوى. ويخوض منتخب الطواحين الهولندي كأس أمم أوروبا للمرة 10 في تاريخه، حيث نجح في التتويج باللقب سنة 88-900 ألف. وفي المقابل يظهر المنتخب الأوكراني في البطولة للمرة 4 بتاريخه منذ تقسيم الاتحاد السوفيتي. ونجح المنتخب الهولندي في الوصول إلى يورو 2020 بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 19 نقطة خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة، بينما تأهل المنتخب الأوكراني بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة. ويعتمد المنتخب الهولندي على مجموعة من النجوم أمثال موفيس ديباي نجم ليون الفرنسي وفينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي في غياب المدافع القوي فيرجيل فان داك لاعب ليفربول المصاب، حيث يسعى منتخب الطواحين للظهور بمستوى مميز خلال البطولة بعد غيابه عن النسخة الأخيرة من اليورو سنة 2016 في فرنسا بجانب كأس العالم 2018 في روسيا. وتقابل المنتخبان وديا في مواجهتان، الأولى حقق منتخب الطواحين الفوز بنتيجة 3-0 سنة 2008، بينما حسم التعادل الإيجابي هدف لمثلها المباراة الثانية في عام 2010. جدير بالذكر أن منتخب هولندا وأوكرانيا يخوضان منافسات يورو 2020 ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخب النمسا ومقدونيا الشمالية. بالتوفيق للجميع. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.